أعمل في مهنة تصنيع المعدات الزراعية القديمة، من تصنيع مناشير، تصنيع نصاب لفوس والشغلات هي، عدد زراعية للحصاد وغير الحصاد، لتقليم أشجار الزيتون عامة. يعني هون عندنا بلادنا بيستخدموا يعني مناشير الزيتون بشكل كبير، يعني للوزيات ولكل الحطب ولكله يعني بيستعملوه. بهالمعدات هي نحن نشتغل فيها من زمان، ورثناها عن ابائنا واجدادنا وراح نورثها لاولادنا، ومشان تضل مستمره هاي المهنه يعني بشكل دائم. نحتاج كثير مثل خشب وبولاد، ناخذ صعوبات كثير لما نأمنه الشغل. نحن كلياتنا بنشتغله يدوي، وهودي المطارق الكبه، هودي للكبه، ومنن لتكسير الزيتون ومنصنعين يعني، ومنن مثلا هودي للحطب لتكسير الحطب وغيره وغيره. وهي قد ما تطورت العدد الصناعيه والحديثه ما بستغني عنا الناس بالنسبة لبلدنا، انه للسجر وغيره بده عدد يدوية لابد منها.